كنت عايزه اسالك يا دكتور، بما ان حضرتك تطرقت للمنخات المختلفه اللي تعرض ليها طه حسين على مدار حياته، سواء كانت يعني من اول الصعيد مرورا بالقاهره لحد فرنسا، وبما ان حضرتك قلت انه الظروف دي بتاثر على الانسان وعلى قراراته، وحتى مش بس المناخات المختلفة بل حتى الأشخاص اللي أثرت بشكل كبير في حياته، زي مثلا محمد عبده اللي كان شخصية مركزية في حياة طه حسين. فكنت عايز أسأل حضرتك هنا، هل في الدراسة دي تطرقت للمرأة؟ بما أن حضرتك قلت أنه يعتبر أول 6 سنين كان فيه نوع من أنواع التهميش من الباحثين في الحقبة دي من حياة طه حسين يعني، فهنا دور المرأة خصوصا الأم وبرضو زوجة طه حسين. طبعا جميل جدا يا ريم بصراحه، وانا اسف ان انا يعني ما خدتش بالي من الطرح ده وانا بتكلم، لان هو موجود في الكتاب. اولا انا عامل الاهداء بتاع الكتاب للسيده سوزان بريسو، وتعمدت اكتب سوزان بريسو ما اكتبش سوزان طه حسين زي ما هو مشهور. وقلت في المقدمه للاسف الكتاب مش معايا، لما قدمته هذه السيدة من خدمة جليلة للفكر العربي، ساهمت في صناعة حسين، وبالتالي ساهمت فيما حصدناه من إبداعه وإنتاج حسين. دي واحد. اتنين، المرأة في عقل حسين تبدو أكتر في الرواية، في الأدب، في كتاباته الأدبية بشكل أوضح، ونظرته ليها عظمة. علاقته بالسيدة سوزان، أولا الزواج استمر 56 سنة. سوزان بريسو نقلت طه حسين من وضع المنكفي على ذاته الذي لا يأكل إلا منفردا وفي مكان مغلق، إلى ما إنسان أدري وجه العالم. وقال منذ أن عرفته ولم يدخل في قلب الوجل أبدا، فكانت شخصية شديدة التأثير ربما يفوق كل المفكرين اللي قابلهم في حياته. أمدته بالدفء، بالحب، بالحنان، بالطمأنينة، بالقراءة. خلي بالكم طه حسين وسوزان ما تعرفوش على الريفيرا، على شاطئ النيل، او على لا، تتعرفوا في بحث في محفل علم في مونبلييه، وكانوا بيحبوا نفس الادباء، فكانت بتقرا كانها بتقرا لنفسها، بتقرا بحب، بتقرا بمتعه، وهو كان غير كتير من اللي بيقروا له. لما الجواز استمر وبدات الاولاد وبدا يبقى عنده مسؤوليات، بدا يجيب ناس تقرا له خلاص، يعني سوزان عدت المرحله الصعبه معاه. فكانت شديدة المركزية، لما تشوف طه حسين في البرامج الإذاعية والمذيعة بتكلمه ويقول لها يا سيدتي، أحلى يا سيدتي ممكن تتقال في تاريخ الثقافة العربية. في نوع من التقدير غير الطبيعي. هقول لك بقى على مفاجأة يعني كتير ما يعرفوهاش. طه حسين لما رجع من فرنسا كان متجوز وكان مخلف امينه، فنزل بقريته بمراته وبنته. اول حاجه الشيخ حسين عملها ايه؟ عشان تعرف ان الموضوع مش طه حسين بس، ابوه الشيخ حسين خده، خد مراته قال له بعد اذنك انت اقعد مع امك شويه وانا هاخد مراتك افسحها في القريه، اقول لهم مرات طه هذه الشقراء اللي عينها زرقاء اللي شعرها اصفر اللي وش بشر، جاب بنت من فرنسا اللي كنتوا متخيلين ان هو يعني ايه لو طلع القاهره يقعد سنه ولا اتنين ويتكعبل في الشوارع ويجي، خدها كده انجازيه كده في ايده وتمشى بقى يعرف الناس عليها. المفاجاه الثانيه ان ام طه حسين بتسال طه، بتقول له يا طه هي مراتك بتشرب نوع ايه عشان نروح المركز نجيبها لها. عايز تقول لي
ان البيئة دي ما اثرتش؟ لا اثرت. لا اثرت. تقول له نوع المشروب اللي بتشربه ايه عشان نشوفه في المركز، ندور عليه في المركز. قال لا بتشربش. لو في باحث ناقد او كده يكتب عن المرأة عن طه حسين في والمسلسلات والافلام تشوفوها في 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 دعاء الكروات بس، بس مش هنقول حاجة تانية. فده السؤال بتاع حضرتك. زوجة طه حسين كان ليها بعد ما مات كتاب معك. هل ممكن نعتبر الكتاب ده مصدر نقف عليه زي كتابات طه حسين؟ بص، الفرق بين معك وبين الكتابات الاخرى ان معك كتب بطريقه يوميات، يعني 18 مايو 54 عملنا كذا، 19 مايو 54 عملنا كذا، فلان جزر وفلان، ممكن تسند عليه وانت بتشتغل، انما مش كتاب فكري ولا كتاب ثقافي. وده بيبين الدور بتاعها كان ايه في حياته. كانت هي كانت شايفه ان مفيش غير طه حسين واحد، وان هي دورها في اللحظه دي ان هي تدعم الراجل ده لغايه اخر لحظه، لغايه لما يقدر يبقى زي ما هو عايز. فمعك كان كتاب يوميات، والترجم هي ماتت سنه 86، عاشت وهو مات 73، مات 73 بعده ب 13 سنه، هي اصغر منه بست سنين. هو مواليد 89 وهي مواليد 93، هي مواليد 95، 1895 السنه اللي مات فيها انجلز. فالعلاقه اللي بينهم علاقه شديده الوفاء المتبادل والثقه. في صور لطه حسين معاها، صورته وهو هي جنبه كان دايما تحط ده على كتفه، طول ما هي معاه جنبه تحط ده على وظهر. دي الطريقه اللي كانت بتمشي بيه معاه فيها او حاجه زي كده. تحس وش طه حسين حاجه مختلفه خالص. انما طه قعد عرف يقاوم كل حاجه وانتصر عليها، قاوم حتى الوفد اللي كان عدوهم اللدود، عدو الزعيم بتاع اللي هو سعد زغلول، استدعوه وزير المعارف سنه 50. وقصه عدائه مع سعد زغلول دي، طه حسين اختلف مع سعد زغلول في وشه في وقت ما كانتش الناس تعرف، كان يعتبر افندي في الوقت ده. اختلف مع شوقي لدرجه ان شوقي قال الشاب ده او الاخ او الانسان ده عايز يهدني، انا هرم لا اهد، لا 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 يتم تدميري. وكان حافظ ابراهيم يروح للبيت قبل ما ينشر القصيده، خايف من لسان من نار طه حسين، يقول له لو في حاجه مش عاجبك قول لي دلوقتي وانا اغيرها. طه حسين كان حاجه مهمه جدا في مصر الليبراليه.